نحن هون بمركز ياسمين الشام للمرأة والطفولة. مركزنا مركز نسائي، بنقوم بمشاريع بتشجع النساء. عندنا دورات خياطة، دورات تعليم خياطة وتعليم صوف بالمجالات الفنية الثلاثة: مخرز، سياخ، ماكينة، وبالإضافة دورات حاسوب وتمريض. حالياً وطبعاً نحن اللجنة المشرفة عليها اللجنة الفرعية تمكين ترفعت هي القائمة بهذا المشروع. المطلوب منه أو الهدف الأساسي منه هو تشجيع المرأة على العمل، بالإضافة لتحفيزها وتحسين وضع النفسي في ظل الأزمة، بالإضافة لإيجاد دخل معيشي ولو كان بسيط ساهم فيه المرأة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. قمنا نحن رابطة شباب أرفاد بتوزيع كميات من الصوف على الراغبات بالعمل في هذا المجال مقابل أجور معينة، والهدف من هذا العمل هو تحقيق دخل بسيط لأسر الشهداء وللعاملات والمتدربات في هذا المجال، وإبراز المواهب والمهارات في هذه المهنة، ولتشجيع المرأة بشكل عام لتعلم مهنة حياكة الصوف. وتم افتتاح هذا المعرض من إنتاج العاملات في هذه المهنة ومن المتدربات الجدد، ومن خلاله يتم تبادل الخبرات بين صاحبات الخبرة في هذا المجال وبين المتدربات الجدد العاملات في هذا المركز. المعرض كان كتير حلو، يعطيهم ألف عافية ومشكورة كتير جهودهم، وهذا الشيء شجع كتير من النساء أنه تجي تتفرج ويصير لها رغبة أنه تجي تتعلم كمان عشان أنت أكوس لسه إن شاء الله من هيك.